يعني عاجبتك حالتك؟ شو بدك كمان؟ لسه مانك مصدق انه الكلام اللي قلت لك اياه صح؟ شبك مازن على القليلة حاجة تكرر اسم جانا على الطالعة والنازلة هيك يا ابني؟ اخي اشرح له، هو ما بيسمع مني. لأمتى بده يضل عامي حاله؟ لساته حاطط الهم بقلبه ومو رضيان يشوف الحقيقة اللي قدامه ابدا. مع انه انا اليوم فرجيته كل شي بعينه. باين انه هي وساتيش كتير قراب من بعض، وهلأ ما فينا نعمل اي شي. اذا مو مصدق كلامي عن جانا اسأله ليكو قدامك. ما في داعي اسأله اي شي سافيتا. عيونه عم بتقول كل شي. معناتها قله خليه يوقع اوراق الطلاق بسرعة. سافيتا انا بعرف انك عم تحكي كل الحقيقة، بس حتى لو هيك هي حياة مازن وهو حر فيها. هو الوحيد اللي بيرجع له القرار وبس بالشي اللي بده اياه. اخي بس هو سافيتا تركيني، انا رح احكي معه. انا رح انصح مازن بخصوص القرار يلي لازم ياخده وباي طريقة. معناتها هو عم يرمي كل شيء انا عم بعمله مشانه. سافيتا لا اخي، بعد كل اللي صار مازن مانو جاهز ليوقع اوراق الطلاق. هالشي شو معناته؟ انه هو ما بيحترم امه ولا بيهتم لكل شيء عم بتقوله. فهم يا بني ادم، انا امك، انا بزعل كثير لما بشوفك عم تتعذب هيك قدامي. مشان هيك انا عم لح عليك لتوقع الاوراق. بس لا، انا ما عاد انصحك ابدا بعد هلا. انت حر اعمل شو ما بدك، هي مشكلتك وطلع منها اذا بتقدر. فكر منيح قبل ما تقرر. انا بفهم مشكلتك منيح. انت يا ابني ما فيك ابدا تعيش حياتك وانت مشوش كل هالقد، وفوق هاد بالاخر انت لازم تقرر نهايه هالعلاقه. اسمعني، اذا انت يا مازن وجانا بتقرروا تبلشوا حياه جديده سوا كلنا رح نكون مبسوطين، بس بالوقت الحالي ما بعتقد انه هالشي ممكن. من لما وجدت الحياه على طول بتتغير، فيها المنيح والسيء. ايه بس الانسان ما لازم يضل واقف مكانه. يعني اذا انتو اتنين مو قدرانين تعيشوا حياتكم مع بعض، ما بصير تضلوا عم تطلعوا على بعض طول الحياه. بس بدي اقول لك شغله، اي قرار بتتخذه مشان هي العلاقه انا رح ادعمك وشو ما كانت النتيجه تكون. ليكي جانا، نحن استقبلنا شوية ملفات للناس يلي شركتنا وافقت انه تقدم لهم القرض. ملف مازن موجود معهم. طيب بعتقد انه لازم يجي يوقع العقد، وامر الصرف بيجهز اليوم. سيد ساتيش شكرا كثير لك. ولا يهمك. جانا انت رح تروحي اليوم على المدرسة؟ ايه. معناتها خلص انا اليوم رح وصلك. لا فيني دبر حالي، كل يوم رح روح لهنيك، انا لازم اتعود. ماشي، بس اذا رحتي معي مره واحده ما رح تتغير عادتك ابدا. بس انا ليكي نحن رفقات هون وزملاء، ما في داعي تترددي. من حقك علي ساعدك اذا بقدر، وانت كتير عادي انك تقبلي المساعده. ماشي. فيني أقول شي جانا؟ لو إنه شي حدا مر بهيك مشكلة وطلب مني أقدم له نصيحة، بوقتها رح أقول له يكمل وينسى يلي صار. بس ما فيني أقول لك هالشي، لأنه لحتى الواحد يمشي لقدام لازم يترك شي ورا، وهالشي بالنسبة إلك يمكن يكون صعب شوي. شو؟
معي حق ما؟ انتي لسه بتحبي مازن كتير. لكون صريح، انا عن جد بقدرك، لانه العلاقة يلي بتربطك بمازن كتير قوية. هي العلاقة ما بيقدر اي انسان ولا حتى قانون ولا اي شي يكسرها. العلاقة يلي بيناتكن ما أنا بس ورق، ولا اي حدا بيقدر انه يشرحها. ايه بس اكيد منقدر نحس فيها، مثل ما حسيت لما قلتلك انه قرض مازن يلي قدمه لشركتنا من قبل. بوقتها بس ابتسامة منك وضحت لي كل شي، كل شي. شو اعمل؟ يلي قلي يا خالي ما كان غلط. ماما ما بتتمنى لي السوء، وهالبنت ما بظن انه بدها اي شي مني. معناتها ليش بدها تكذب علي بخصوص جانا وساتيش؟ بس كل الدلائل عم تأكد هذا الشي، ولسه رغم كل شي ما عم بقدر افكر هيك بجانا، لأنه حياتي. بعرف جانا أكثر من حالي، بس كل الناس عم يحاولوا إنه يقنعوني إنه عكس رأيي فيها. شو هي الحقيقة؟ أنا بعرف إنه جانا ما بتغلط أبداً، وإذا غلطت فهي ما رح تكون إلي. يا جانا لوين رايحة؟ مين هاد؟ حتى لو لهلأ ما فهمت مين هاد، بس هو كل شي. انتي شو يلي عم تقولي؟ يلا امشي، انتي بدك تفوتي ما؟ يلا يلا استعجلي رح يبدأ الدرس. تعي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.